انا قلت النهارده لما اجي اتكلم في تيدكس، وده طبعا موضوع حلو وكبير، فقلت ما اتكلمش عن يعني هسيب بقيه الزملاء اتكلموا عن العلاقه ما بين الايدياز والانتربرينوريال و هاو تو ستراكشر الايديا وهاو تو ميك ذا بزنس موديل والفاينانشلز، واتكلم عن جزء تاني خطير ومهم جدا، هو زي ما احنا بنتكلم النهارده الايديا بيكينج. فالايديا لها مصدرين، احدى هذه المصادر هو فكره الالهام. هو موضوع طبعا مجنون ان انا اجي اتكلم في موضوع الالهام دوت، بس اي ثينك اتس فيري امبورتنت، لان هي طاقه جوانا احنا لو قدرنا ان احنا نستفيد منها بشكل جيد ممكن تبقى مصدر قوي جدا للافكار اللي منها يطلع اعمال ومشاريع كتير. النهارده اقتصاد العالم بيقاس بهاو ماني بيتنتس دي كان جنريت ا يير. فالكريتيفيتي از ا فيري امبورتنت بارامتر في الانتربرينوريال شيب. الالهام اللي هركز عليه النهارده هو الكريتيفيتي عند السول، مش هتكلم عن جزئيه العقل. بينهل ازاي؟ احنا بنقول ان الدماغ البشرية بتنقسم الى اللفت والرايت. اللفت دوت اللي بيبقى بيتعمل فيه العمليات الحسابية، اللوجيكال ثينكينج، البروبلم سولفينج، لكن الرايت هو اللي بيدينا القدرة على قبول حاجات خيالية، المث، السكريبتشرز، الريتشولز. فالعقل الكرييتيف في الناحية اليمين والعقل الاناليتيكال والماتيماتيكال في الناحية الشمال. فبالتالي انا الكرييتيفيتي اللي بتتعمل بالناحية الشمال بتبقى بروبلي ان انا بدور على مشكلة ما واخد المشكلة ديت اوجد لها حل. يا سلام لو المشكله دي مشكله ضخمه جدا، فبالتالي انا هوجد حل لمشكله ضخمه جدا وهوجده بطريقه مبتكره، هوجده بطريقه ما كانتش اتفكر فيها قبل كده، بس وصولي ليها هيكون من خلال عمليات منطقيه بحته. فانا بدور على مشكله، بحل المشكله، وبيبقى عندي سولوشن ببدا اعمل له امبلمنتيشن. الطريقة دي هي اللي خلت ناس علماء وباحثين يقدروا يفكروا ويعملوا من مولدز انتيبيوتكس سيفينج لايف، بتخلي المهندسين يقدروا يصمموا جهاز فيه شوية بلاستيك وشوية ألومنيوم ولكن بيقدر ان هو يكونكت يو للعالم. فدي معتمدة بالأساس على اللفت سايد اوف ذا برين، ومعتمدة بالأساس على الجينيوتي في الانجينيرنج وفي الاستراكشر وفي الفورم، ما بتعتمدش على الجزء الاخر اللي هو انت بتخترع حاجه او يو كرييت سمثينج ما كانش لها احتياج، ما كانش بتحل مشكله، لا انت بتخترع حاجه جديده خالص، حاجه ما كانتش موجوده عند البشريه قبل كده. تخيلوا معايا لو احنا عارفين من خبرتنا الآدمية الأحمر والبرتقاني والأخضر والأصفر، تخيلوا لو أنا قدرت أخترع لون جديد، واقع الجدادة والحداثة على اللون عليا هيبقى عامل إزاي. لما باجي أعمل الكرياتيفيتي ديت ما بعملهاش لخدمة المجتمع، لا أنا بعملها كرياتيفيتي فور كرياتيفيتي، عشان آتي بحاجة جديدة. للأسف إن مشكلة ان انا اطلع حاجه بالروح بالالهام مضطر فيها جدا ان انا ابعد تماما عن العقل، فانا محتاج ان انا اخلي العقل في مرحله الالهام ديت زي ما هشرح في المحاضره بتاعتي، اخليه يخش في حاله كمون، لان الثينكينج بروسيس والترانزاكشنز اللي بتعدي في دماغ الانسان بتعمل lot of noise
والنويز ديت بتحرمه من ان هو يسمع اللي في روعه، يسمع اللي في خلاجاته، يسمع روحه. انا في البرزنتيشن هحاول قدر الاستطاعه ان انا ما اروحش ناحيه الدين، هتكلم عن السبريتشواليتي بشكل عمومي بما يخدم قصه الالهام. في دراسه عملوها لقوا ان الكرييتيفز اللي شغالين في شركات الاعلانات والتصميمات لقوهم ان هم في كورليشن، نيجاتيف كورليشن بين كرياتيفيتي اند كونشنشس. يعني هو ما بيبقاش وعيه عالي، بيبقى وعيه اقل بكثير، عشان زي ما هنشوف بعد كده في البروسيس اللي انا بفضلها ضروري تغيب عن الوعي شويه. ولقوا بوزيتيف كورليشن مع النيوروتيسيزم، يعني هو بيبقى فيه نوع من انواع العشوائيه العصبيه داخله ما بيبقوش معروف مصدرها ايه. مين كان يفكر ان العالم محتاج مسجنج سيستم زي تويتر؟ تويتر دوت مسجنج سيستم سيء، very open، very limiting، 140 حرف، very narrow. لما اخترعوه ما كانوش بيوصلوا لحل مشكلة ما، لما ألفوه ما كانوش متصورين ان التركيبة ديت هتلقى قبول غير طبيعي. ما كناش نعرف، ما كناش بنحاول نحل مشكلة لما اخترعنا تويتر. وحاجات كتيرة قوي في حياتنا لما اخترعناها ما كناش نعرف ان الكرياتيفيتي ديت هتفتح لنا باب تاني خالص. التاريخ مليء بالامثلة ديت، التاريخ مليء بناس اخترعت حاجات وما كانتش مدركة فايدتها، وبعد مئات السنين في ناس استفادت منها. وكمان التاريخ مليء بفنانين وعلماء اخترعوا حاجات هم ما يعرفوش هم اخترعوها ليه، هو ما كانش عنده حاجة ملحة. فولتير كان بيقول انه هو وبيشاهد مسرحياته في فصول كاملة هو لا يذكر انه هو ألفها. The root of creativity is not actually the brain though but in the soul. It's here from which you drive inspiration. يبقى المخ perfective, logical, deductive, iterative. السول بتبقى بتتكلم عن الميستيكال بارت، الميستري، عن الكونكتيف، عن الكونكتيفيتي ما بيني وما بين العالم اللامادي، ما بيني وما بين العالم الروحي، الفيلينج، كونفكتيف، اسبايرت. وزي ما بنقول ان العقل في عقل كبير، في بني ادم ربنا اداله عقل كبير وفي بني ادم ربنا اداله عقل صغير، سواء كان كبير لانه هو جات سند كده، يعني ربنا خلقه بمخ كبير، او لانه هو طوره، لانه هو عبر سنين مرن دماغه لغايه لما دماغه كبرت وبقت دماغ ادميه محترمه جدا. الروح نفس الحكايه، في واحد ربنا خلقه بروح زغنطوطه خالص، وفي واحد ربنا خلقه بروح كبيره قويه، وفي واحد كانت روحه صغيره لكن اجتهد واشتغل عليها لغايه لما بقت روحه يافعه وقويه. سايز ماترز. الالهام بيجي للروح، it comes at night, it comes from above or it comes from the right side, it comes to the soul when the soul is ready, when the soul is connected and it works beautifully when the brain is calm. الصوفية، وانا وعدتكم مش عايز اخش في الدين فمش هحاول اخش كتير في حدة الصوفية. الصوفية اتكلموا عن الالهام وده تعريفهم، قالوا ما يلقى في الروع بطريق الفيض. روع يعني داخلي، روحي، خلاجاتي. ففي ما يلقي به ملاك داخلك ثم يعرجه.
بدون استدلال انت ده بيحصل لك السبارك دي بتحصل لك بدون استدلال باي بآية ولا نظر في حجه بيجي لك كانه كسب بيجي لك كانه جفت بيجي لك كانه تنبيه بيفتح باب جديد خالص. هتكلم دلوقتي عن الطريقه اللي انا بجدها مناسبه لعمليه الالهام واستقباله والتعامل معاه. اول حاجه ضروري تعزل نفسك بيسموها ساعات الدارك روم، تخش في مكان مغلق تماما. احنا في المحاوله بتاعه البروسيس ديت احنا بنحاول ان احنا ننعزل عن الجسد عشان لما ننعزل عن الجسد النويز الاسوشيتد بحواسي الجسديه تطفي خالص، تبقى مش موجوده، يكون ده يسمح لي ان انا ابدا اشغل روحي. فعشان اعمل دوت انا ممكن استعين بشويه مؤثرات خارجيه. المؤثرات ديت ممكن انتنشنلي احطها عشان ادي للالهام اللي انا هبدا استقبله اديله فليفر او اديله طعم جديد. فممكن استعين بمزيكا، ممكن استعين باي اوبجكت، اوبجكت له دلاله روحيه او مرتبط بيا بشكل ما، ممكن استعين باشخاص سواء فيزيكلي يبقوا قاعدين معايا في اللحظه ديت او ان انا استحضرهم. نتيجه ان انا ببهافل كل حواسي، الحاسه الوحيده اللي مش هتعرف تقفلها هي حاسه الشم. والشم عظيم جدا لان الشم بيقدر ان هو يستحضر من الذاكره العقليه والروحيه كتير. فلو تقدر ان انت تضيف ريحه في المكان او في الدارك روم، بعض الاوقات الجرينري له تاثير رائع على الحاله ديت. الجرينري والووتر الاثنين دول بيبقى لهم تاثير ايجابي جدا جدا جدا، سواء كانوا موجودين في خلوتك او ان هم يبقوا انت في مكان بس برضك تحقق فيه كل الاشتراطات العزله دي، تكون في مكان كله جرينري او مكان فيه ميه بتجري. دي اكتيفيت يور برين ثينكينج ترانزاكشنز اند موف تو ذا سي لايك اتنشن، اللي هو ما فيهوش السي لايك، السي الهادي اللي هو ما فيهوش اهتزازات، ما فيهوش سبايكس. Terminate all unnecessary thought to reach peace of mind and clarity. لما بقعد اطلع كل العمليات الفكريه اللي في دماغي اقلل حركتي جدا عشان ابدا to lose your body and become a soul if you can. Try. عشان ما يبقاش جسمك برضك له طلبات عليك، خلي التنفس deeper and little bit faster. Deeper and little bit faster. تاخد كم من الاكسجين جيد. ما تحركش اي حاجة في جسمك، تحاول انك تكون ساكن عشان انت مخك بيدي للعضلة دي تعمل كده ويدي للعضلة دي تعمل. انت عايز تقلل المنتال ترانزاكشنز. وياريت كمان نعمل كده هوت وما انتش جعان او واكل اكلة تقيلة. هاف امتي ستومك. في هذا السكون، في هذا الجو اللي انت عملته، ابدأ استمع لداخلك، حاول تسمع اللي جواك. سلولي سلولي، وما تفكرش في اللي اي حاجة هتسمعه او هتحس بيه، لان لو رجعت تفكر تاني هتشغل دماغك تاني، مش هنقدر ناتشيف الوضعيه اللي عايزين نوصل لها، وبالتالي نكون مستعدين للكونكتيفيتي. انا كل دوت بحاول ان انا اوقف العقل عشان الروح بتبقى عامله زي البيبي لما بتاخد الامان وبتجد ان في حد مخلي باله عليها وبيسمعها بتبدا تجيت اكتف. فانت في الفتره ديت وات ايفر بيجي لك ما تفكرش فيه، لو فكرت فيه الكونكشن هتقع. في الحالة ديت هيبدأ يحصل للمحظوظين طبعا الإلومينيشن، حالة الإشراق. أنا هشرح ديت في الصورة دي.
لو قلت ان عندي سوبر باور، سوبر باور طول النهار طول الليل وطول اليوم وطول السنه بترسل تجليات، بترسل اشياء مضيئه. الروح ضروري تكون عندها الريسيفر اللي يلقطها، زي ما يكون احنا دلوقتي ما عنديش جهاز تلفزيون فمش قادر القط السيجنال. فالروح ضروري ان هي تجد اكتيفيتد وتبدا تفتح الاريال بتاعها عشان تقدر تستقبل اي من هذه التجليات وتصطادها. اول لما بتصطادها بتبقى كانها اخذت كنز، اخذت مكسب، فبتحس ان في حاجه انت لقطتها. تاني انا ما بفكرش، وانس ان انا جات لي هذه الهديه وجالي هذا المدد ودخل في روحي وانا حاسس بروحي، هتحس ان جالك حاجه very precious. خلاص الريسبشن توقف وهبدا to commune between the soul and the right side of the brain. دي اخطر مرحله، لان الروح لدنيه، العقل فيزيكال مادي. انا هبدا انقل حاجه للعقل، العقل مش هيفهمها. فبالتالي في العمليه ديت اتبست هنقل 30-40% منها. In most transactions بنقل 2-3% منها، يعني باخد منها قبس. قبس جالي حته نور قد كده، خدت منها قبس. القبس دوت هبدا احذفه للرايت سايد اوف ذا برين، اللي هو احنا كنا اتكلمنا عنه، قلنا ان هو بيفكر بشكل كرييتيف، فهيقبل الغوامض النورانيه اللي جات له ديت ويبدا يستلهم منها افكار. ولما ياخد منها افكار يديها تو ذا ليفت سايد اوف ذا برين عشان ياخدها بقى يحطها ستراكتشرد ويحط لها فريمز ويطلعها ان ايرثي كونسبت، ايرثي ايديا. ممكن تيجي على هيئه فكره اختراع، ممكن تيجي على هيئه معادله رياضيه، ممكن تيجي على هيئه حل لتركيبه كيماويه، ممكن تيجي ميلودي اعمل منها سيمفونيه، ممكن تيجي اي حاجه. طبعا اجدادنا بقى، في اتنين احب ان انا امنشن دم في المحاضره بتاعتي، ابن الرومي. وابن الرومي يعني ده ملخص اللي هو قاله، عشان احنا قلنا ان يفوز بذلك المحظوظ، ان ازاي الروح تبقى قادره على هذا. فهو قال التخلي عن الانسان المستهلك من اجل التحلي بالانسان العاشق. مستهلك والعاشق. التخلي عن الانسان مريض العقل من اجل التحلي بالانسان مش متعافي العقل، لا متعافي الروح. التخلي عن الانسان العنيف العسكري من اجل التحلي بانسان مسالم ومدني. التخلي عن الانسان الكاره لكل شيء من اجل التحلي بانسان محب لكل شيء وحر. والتخلي عن الانسان عابد الله في النصوص، حدد نفسه جوه النصوص، من اجل التحلي بانسان متكامل الحضور وحر. تخلي عن الانسان الذي يكفر حتى نفسه من اجل التحلي بانسان يتعايش مع الجميع، ما غير الله هو ظل الله. التخلي عن الانسان الاناني المحدود بالهويات من اجل التحلي بالانسان الحر المبدع. والتخلي عن الانسان المحلي من اجل الانسان، من اجل التحلي بالانسان الكوني. الكوني، والكوني مش الكوكبي، مش بس على قد كوكب الارض، لا هو انسان مدرك الكون، مدرك ان احنا مش بس في مرحلتنا الارضيه، لا هو في كون معانا. فهو التخلي من فكرك المحدود بتاع محليتك الى ادراكك
مش بس كوكبيتك ولكن كونيتك. النفري، النفري فيلسوف وصوفي، احنا ما عرفناهوش، احنا عرفنا عن النفري من المستشرقين. المستشرقين لما قروا الماتيريال بتاعتنا اكتشفوا ان فيه فيلسوف عظيم جدا اسمه النفري، عامل كتاب اسمه المواقف والمخاطبات. كتاب خطير جدا. هو المواقف والمخاطبات ديت، المواقف يعني هي از كونكتد، والمخاطبات هي المسج اللي جات له ثرو ذا كونكشن. طبعا قبول مثل هذا التفكير ممكن يبقى لدى الكثير في مشاكل، ولكن الافكار اللي فيها ده الدلاله للموضوع بتاع الالهام مهمه قوي. اولا بيقول كلما اتسعت الرؤيه ضاقت العباره. ده معناه ان انا لما هاجي اقف في موقفي واشوف الاضاءه دي ما اقدرش افكر فيها بعقلي، لاني انا هفكر باللغات بتاعت عقلي الارضيه، وانا بتعامل مع ماده لا ارضيه، ماده غيبيه، فبالتالي ما اقدرش ان انا اوصفها. فاكرين لما كنت بقول لكم لو اخترعت لون جديد، طب انا عارف الاحمر وعارف الازرق وعارف البرتقالي، ده هسميه ايه؟ ولو جيت قلت لك عليه، قلت لك اسمه اكس واي زي، هقدر اوصفه لك؟ لان ما عندناش تجربه متحده عليه، مش هعرف اقوله لك. فكلما اتسعت الرؤيه ضاقت العباره، العباره ما تقدرش تشيله. وهو هنا بيقول وكما جاء في مخاطبته يا عبد، الحرف ناري، الحرف خزانة سري، الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبر عني؟ وبيقول كمان إن الإنسان لا يبلغ إلى أصالته وغاية اكتماله إلا بالرؤية. الرؤية اللي هي soul connected وجالها رؤية. وحول جدلية الوقفة والمعرفة يقول إذا عرفت الوقفة لم تقبلك المعرفة. إذا عرفت الوقفة يعني أنت وانت في الوقفة بقى عندك معرفة، يعني بقيت بتشغل دماغك، الوقفة مش هتقبلك، تقول لك أنت بتكونكت بدماغك مش بتكونكت بروحك. فإذا عرفت الوقفة لم تقبلك المعرفة. وقال لي الوقفة روح المعرفة، والمعرفة روح العلم، والعلم روح الحياة، كل واقف عارف، وليس كل عارف واقف. لأن أنا لما هاخد معرفة، أنا وقفت، حصلت لي الكونكشن، جات لي إضاءة، حولتها المعرفة، رحت اديتها لكل الناس، قلتها لكل الناس. فممكن يبقى حد عنده المعرفة لكن ما عندوش الوقفة. طبعا الكلام ده ما ينفعش بقى ان ايه نروح نقول اصل انا امبارح شغلت الروح شوية وفتحت الريسيفر واشتغلت معايا، مش هينفع. يعني الكلام ده بيبقى موضوع شخصي جدا جدا جدا، موضوع ذاتي وموضوع سري. لكن ممكن تعكسه على الايجو بتاعتك، ممكن تطلعه على الايجو. كان لسه زميلنا بيتكلم ان الانتربرينوريال فيها جزء من الجنون، فده بينعكس على الايجو بتاعه الانتربرينور، ان هو شايف الفكره بتاعته دي فكره جباره، استاذه هكسر الدنيا، ده ايجو. فانت ممكن ان انت في السر اللي جالك تعكسه على الايجو. انا اتس اوكي تو هاف ايجو، يعني مفيش مشاكل خالص، بس كيب ات سيكريت. لانك انت لو قلت اصل انا جالي الموضوع دوت وحصل، الناس هتقول عليك مجنون. الايديا that has been captured by the soul، الانسان اللي جاله حاجه كانها الهام ما بيقدرش ان هو يحتفظ بيها لنفسه، لانه هو يجيله احساس ان هو وسيط، ولولا الوساطه لهلك الوسيط. فهو الوسيط دوت عليه انه اللي اخده to share with
everybody and to pass to the human race. Thank you very much.